السلام عليكم. نبدأ الفصل الجديد، فصل السادس، هو Saturated Oil Reservoir. مثل ما عرفنا أنه Initial Pressure للمكمن من يكون جوا Bubble Point Pressure، معناته أنه في الظروف الابتدائية للمكمن يوجد نفط إضافة إلى أنه يوجد غاز. غالبا ما هذا الغاز يكون على شكل Gas Cap، إذن Initial Gas Cap يكون عندي داخل المكمن. مثل ما تعرفون، تصوروا انه هذا المكمن، نفترض هذا المكمن في بداية الامر عدي غاز كاب، هاي المنطقة غاز كاب، الغلاف الغازي مو صحيح، وهنا هو الاويل. زين، اذا initial pressure هو اقل من bubble point pressure. زين، في هذا النوع من المكامن اريد ان نعرف شنو مواصفاتهن، شنو تكون الحسابات والى اخره، مثل ما اخذنا بالنسبة للفصل القبل. خلينا نحكي عن الميكانيكية اللي راح نشوفها هنا في اغلب الاحيان اللي تنتج. اول شيء راح تشوفون انه في المكامن اللي هو initially saturated negligible liquid expansion energy، يعني الطاقة اللي موجودة داخل الليكويد بانخفاض الضغط المفروض يصير عندي liquid expansion، هاي كلش نقدر نغض النظر عنها. ليش؟ لأنه انضغاطية السائل يعني النفط مقارنة بانضغاطية الغاز هي لا شيء، لا تذكر، لهذا السبب نقدر نغض النظر عنها. بينما تذكرون أنه بال under saturated كنا نقول في حالة في بداية الأمر ما نقدر نغض النظر عنها بالحسابات. زين، من بعد ذلك إذا عرفنا أنه هاي الميكانيكية يعني liquid expansion ما تلعب دور، وإنما الدور الرئيسي هو يكون بالغاز كاب، expansion of gas cap، كذلك ال dissolved gas، يعني إذا من ينخفض الضغط الغاز كاب يبدي يتسع، فمن يبدي يتسع أكيد راح شنو؟ راح يحاول يدفع النفط إلى الأسفل، والنفط يتجه وين؟ أكيد النفط يضطر أنه يتجه إلى الآبار. زين، إضافة إلى الغاز كاب من يبدي ينخفض الضغط رأسا تتكون شنو؟ فقاعات داخل المكمن. إذن هاي فقاعات غاز تتكون، فمن تتكون فقاعات غاز أيضا تساعد على الإنتاج. طبعا تبوا فقاعات الغاز ما تقدر تتحرك، فقط تنتج، فقط تولد وتوقف بمكانها. إذا الغاز كاب إضافة إلى الإكسبانشن الغاز كاب عندي فقاعات غاز داخل المكمن هي تساعد للإنتاج. هذا من حيث الدرايف، يعني ميكانيكية الإنتاج هي غاز كاب إكسبانشن وكذلك ديزولف غاز شنو؟ ميكانيزم. زين، بعد شنو نحتاج نعرف بهذا المكامن؟ أنه هاي المكامن من حيث انخفاض الضغط، من حيث pressure decline، نوعا ما بطيئة. ليش؟ لأنه الغاز كاب يأخر انخفاض الضغط، يعني الانخفاض الضغط هو نوعا ما يتعلق بال compressibility بما أنه عندي هنا liquid وعندي غاز. لو كان عندي liquid واحدة الإنتاج القليل رأسا يسبب لي انخفاض بالضغط، بينما بما أنه أكو غاز، الغاز رأسا شنو؟ بانخفاض الضغط يتسع حجمه هواية، فإذا ما يسبب لي انخفاض بالضغط سريع، فجدا يقلل من انخفاض الضغط. فإذا نتوقع أنه بالغاز كاب ريزرفار، يعني المكامن اللي ينشتغل عليها غاز كاب، يكون انخفاض الضغط بها شنو؟ بطيء. إضافة إلى هذا الشيء يحتاج أنه أضيف لكم أنه الستراكشرال للمكمن، هل توجد خلينا نقول الفورميشن مالتنا بيها زاويه لو لا. كل ما كانت الانحدار او الدب للمكمن اكثر، هذا راح يساعد للريكفري اكثر. ليش؟ لانه راح يصير عندي جرافيتيشنال سيجريجيشن، يعني النفط والغاز راح يبدون ينعزلون بسبب الاختلاف الكثافة، وهذا يساعد للإنتاج. غالبا ما ممكن يتوصل حتى إلى 70 أو 80% مساعدة بهاي الميكانيكية. أكيد هذا الشيء يعتمد على أنه كل ما كان large gas cap
كل ما كانت الطبقة أكثر متجانسة، كل ما كان الانحدار أكثر يساعد على الجرافيتيشنال سيجريجيشن، كل هاي تساعد أنه تزداد الريكفري. خلينا نراجعكم في مسألة وهي هنا اللي افترض احنا نذكركم اياها، وهي انه لارج جاز كاب شلون نقدر نعرفها؟ نقارن حجم الغاز الى حجم النفط داخل المكمن في الظروف الابتدائية، يعني حسب التعريف M هو Initial Reservoir Free Gas Volume على Initial Reservoir Oil Volume. نقسم حجم الغاز ابتداء داخل المكمن، ايش قد كان حجم الغاز يعني داخل ظروف المكمن، على حجم النفط داخل ظروف المكمن ابتدائيا ايش قد كانت. هاي النسبة كل ما كانت أكبر معناته عندي غاز كاب أكبر، معناته عندي ريكفري أعلى. انتبهوا شلون أقدر أطلع أقيس الميجرمنت، يعني ميجرد ام، شلون أقدر أقيس هاي الكمية؟ أني خب ما أقدر أعرف حجم الغاز والنفط بالبداية هو ايش قد بسهولة، وإنما أقدر شنو من خلال اللوك والكور أقدر أعرف وأقول أنه نسبة الحجم الغاز للنفط هي نسبة شنو؟ نسبة الارتفاع. يعني تصوروا هنا أنا خل أرسم لكم، تصوروا أنه أنا عندي ماخذ كور من أمكنة متعددة، فإذا أقول حجم الغاز للنفط، طبعا إذا كان الاستراكشر يعني ما بي انحناءات هواية، أقول نسبة الحجم هو نسبة هذا الجزء إلى هذا الجزء، بما أنه المساحة للاثنين تكون متساوية. فإذا كل ما كان الام أكبر هذا المكمن راح ينتج لي أكثر. هنا الكتاب يراجع مسألة الواتر درايف ميكانيزم، أنا سابقا شارح لكم إياه، عود أسجل لكم فيديو آخر حتى أشرح لكم هذا الجزء من الفصل. شكرا جزيلا.